هنعمل صوص جبنه سهل قوي، مقاديره برضو ظريفه، هينفع جدا بقى مع التشيكن ستريبس اللي احنا عملناها مع بعض، او ممكن بقى اي حاجه، حتى لو عندك العيش اللبناني ده قطعيه مثلثات كده او مربعات مثلا، ودخليه الفرن كده يعني يتحرمش شويه زي عيش الفته كده، وتغمسي بيه الجبنه دي، بيبقى خطير. او البطاطس المحمره، او يعني وصفه صوص الجبنه دي بنحطها كمان على البرجر، خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. معانا ايه بقى؟ معانا معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الزبده، عليها معلقتين كبار من النشا، تمام؟ معلقه كبيره من الزبده ومعلقتين كبار من النشا، ومعانا كوبايتين من اللبن، يعني كل كوبايه لبن عليها معلقه نشا، تمام؟ ومعانا كمان جبنه شيدر صفراء وجبنه شيدر حمراء، كمياتها زي ما تحبي، يعني هنقول على الكوبايتين اللبن دولت هنحتاج تقريبا كوبايه من الجبنه الشيدر الصفراء وكوبايه من الجبنه الشيدر الحمراء، كوبايه ده يعني كده ايه ملو الايد كده، يعني قد كف ايدك كده جبنه، يبقى ده كده مقدار ظريف جدا. وبس خلاص، ولا اي حاجه تانيه، ان شاء الله يا رب تعجبكم. انا عايزه اخلط النشا مع اللبن الاول، هل انا هنا معايا مجر ولا معايا حاجه؟ مش معايا حاجه، اخلطهم فين بقى؟ اخلطهم فين؟ اخلطهم في الحله الصغيره دي اهو. هنحط كوبايتين اللبن اهو، واحط النشا، وعايزه ايه اخلط، ادوب النشا كده في اللبن على البارد. كده خلاص، انا هعمل في الحله دي، بلاش الحله دي اهو، خلاص انا كده ايه دوبت النشا في اللبن، وعايزين نحط بقى الزبده، معلقه كبيره كده من الزبده بس، كفايه كده يا زبده. نعلي النار علشان عايزين الزبده بقى ايه تسيح مع اللبن والنشا اهو. بعد ما نلاقي الزبده ساحت كده واللبن شكله ابتدى كده ايه يسخن كده ويتقل بقى، ما احنا حاطين نشا، نقوم حاطين على طول الايه الجبن. لو حسيتي ان الصوص تخين معاكي مثلا قوي، او مثلا الجبن زادت منك اكتر شويه، او كميه اللبن كانت اقل شويه، ممكن نزود تاني شويه لبن يفك الحكايه، فاهمين قصدي؟ هينفع، ما فيش مشكله. اهو كده نفضل نقلب نقلب، بس هنلاقي الزبده بتسيح واللبن ابتدى ايه يعني خلاص يسخن كده، نقوم نازلين بقى بالجبنه اللطيفه الحلوه دي اهو، جبنه الشيدر الصفراء والجبنه الشيدر الحمراء. بس بقى الشيدر الحمراء دي بتبقى خطيره، هي اللي بتدي اللون الحلو بتاع صوص الجبنه. بس كده، ونفضل نقلب الكلام اللطيف الحلو ده لغايه ما يتقل معانا ويعمل لنا صوص بقى مش قادره اقول لكم، لطيف جدا جدا، تحط على كل حاجه، بيبقى تحفه مع السندوتشات البرجر، وطبعا في الغموس بتاعه الفراخ بقى، الناجتس او التشيكن ستريبس زي اللي احنا عملناها، ممكن كمان طبعا البطاطس المحمره، كل الحاجات اللي هي ايه نغمس بيها الجبنه. اهو بصوا اهو ابتدى يتقل، احنا نفضل كده نقلب فيه نقلب فيه بس كده اهو. بصوا خطير يا جماعه، وبيبتدي بقى ايه هيبتدي يعني ايه يحسسكم ان صوص جبنه دلوقتي، والجبنه تسيح اكتر، خطير، جربوه، انا متاكده ان هو هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. بصوا اهو اهو خلاص كده بقى تمام، وهنشيله خالص من على النار، ممكن بقى ايه نجيب انهي مثلا بوله، هي مش البوله كانت جنبي هنا يا شباب، وديتوها فين؟ راحت فين؟ طب معلش نجيب واحده تانيه. اهو علشان اوريكم شكل الصوص،
كده هنا اهو، حطه كده في الطبق. صوص جبنه خطير يا جماعه، جربوه، طعمه جبنه طبعا، ونغمس بيه كل الحاجات اللي في الدنيا، هيطلع معاكوا رائع. وفي البيت بقى حاجه نظيفه انت عاملاها في البيت كده ومهتمه بيها، ان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها. واحنا عاملين هناك طبعا كذا واحده، ايوه لما برد بقى كده ولسه بقى بيقعد بقى نغمس بقى اه، وبالهنا والشفا. ان شاء الله يعجبكم. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض التشيكن ستريبس، وصفه حلوه جدا للفراخ، الستريبس هتعجب الاولاد قوي.